لا شك أن نشر الدين مطلب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما عند البخاري: بلغوا عني ولو آية، لكن دون أن تكون تلك الطرق بدعية أو تكون تلك الطرق يساء فيها إلى الدين. يذكرون الآن أن هناك فيلماً يعرض عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن الناس ولا سيما منهم في الغرب قد قبلوا هذا الفيلم. هذا الفيلم ناتج من أفلام سابقة. أنا حذرت فيما مضى من فيلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ونشر بمباركة من ينتسب إلى العلم. بعدها انفتح الباب وأتى فيلم مريم والمسيح وشارك فيه بعض الدعاة، وحذرت من ذلك أبلغ التحذير لأنه يمس نبيا من أنبياء الله، وأظهر نورا عبارة عن جبريل، وأظهر بعض الشخصيات التي فيه. كل ذلك من أجل ماذا؟ من أجل أن ينشر العلم. لا خير في هذا العلم الذي ينشر بهذه الطريقة، لأنه يساء به إلى الدين. لو كان في هذا العصر، لو أتيت إلى شخص تعاصره، لو أتي إليك وقيل لك إن تلك القناة أو ذلكم الناس قد مثلوا حياتك، أترضى؟ ما ترضى بهذا، هذا وأنت في حياتك. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه الورع التقي النقي الصحابي رضي الله عنه الحريص على دينه، يجوز بعض أهل ليسوا من أهل العلم حقيقة وإنما ينتسبون للعلم الشرعي وابتليت بهم الأمة، يجوزون مثل هذا. جنيت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تقف معه أمام الله عز وجل لما أجزت مثل هذا الأمر. عيسى عليه السلام، مريم، لا تقل بحجة إقناع النصارى وإقناع أهل الكتاب، لا، وإلا الحمد السبل ميسرة وواضحة في شرع الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في سنن أبي داود وغيره بإسناد صحيح، لما قالت عائشة رضي الله عنها: إني حكيت له إنسانا، فماذا قال؟ قال: ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا، يعني من الدنيا. إذن هذا عام على تحريم التمثيل، أن تتقمص شخصية من الشخصيات العادية، ما أحد يرضى بهذا أنك تحكي أفعاله. فكيف في ما يتعلق بصحابة رضي الله عنهم كعمر، ثم تطور الأمر وانفتح الباب إلى قضية عيسى عليه السلام؟ من يمثل دور عمر رضي الله عنه، أو دور أبي بكر، أو دور عيسى عليه السلام، أو دور النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى لو كانوا من الأتقياء، من يمثلهم؟ حثالة، نسأل الله السلامة والعافية. ولو كانوا أتقياء لا يمكن أن يكون هذا ولو بلغ في التقى، لأن من كان في قلبه تقى وخير لا يمكن يقدم على مثل هذا الأمر. لكن نقول تنزلا، من يكون في مصاف هؤلاء؟ كيف علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما أتى إلى عمر بعدما طعن قال: ما أحب أن ألقى الله بعمل أي رجل إلا بعملك، وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ويأتي هؤلاء ويجيزون للناس أن يمثلوا شخصية عمر بن الخطاب، ثم تنفتح الأبواب في الأنبياء عليهم السلام، وآخر الأمر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ما الذي بقي؟ ثم إن هذا الجيل لما يرى مثل هذه الشخصية ترتسم تلك الصورة على أن هذا هو عمر أو أبو بكر أو الصحابي أو النبي صلى الله عليه وسلم أو عيسى عليه السلام أو يوسف عليه السلام، إضافة إلى ما يضاف إلى تلك الأفلام من المعلومات، ما هي الموضوعة المختلقة بل المخالفة
للشرع مخالفة واضحة صريحة. لما؟ ما هي عمدتهم؟ كتب التاريخ. أين أهل التحقيق فيهم؟ لأن من كان محققا على درجة عالية من التحقيق لا يمكن يسمح لنفسه أن يشارك هؤلاء، وإنما إذا أرادوا أن يبيحوا لأنفسهم أمرا أو أن يسهلوا ويخففوا وطأة هذا الأمر على الناس، والله يقول بعضهم ناقشت مجموعة من أهل العلم وأجازوا هذا الأمر. من هم تلك المجموعة؟ كل من شاء قال والله أنا ناقشت وحاورت بعض العلماء وأجازوا. من؟ أفصح عن هؤلاء. هل هم علماء؟ إخفاؤك لأسمائهم إما أن تكون كذبة منك أو أن هؤلاء ليسوا بعلماء، وإنما أردت أمرا تريده أن ينتشر. ثم تتم لما سبق: لو كان هؤلاء العلماء علماء تثق بهم الأمة ولهم قدم سابق في الأمة ما أخفيت أسماءهم، ما أخفى أسماءهم، وإنما مجرد تمرير لأمر يراد أن يفعل حتى لا يعاب على ذلك. وإلا والله لو كانوا علماء ولهم مكانتهم عند الناس لأظهرت أسماءهم. والله المستعان.